اشترت لي الطماطم بخمسة تعريفة، اللحمة اللي كانت باربعة ساق النهاردة بتمانية وناكلها بكماشة، علبة السجاير اللي كانت بساق بقت بساقين ومن غير كبريت، الرز بنسمع عليه سامع. يعني قصدك ايه من الدش ده كله؟ قصدي يعني اقول لسعادتك انه ما يصحش كل شيء ولا مؤاخذة يغلى ثمنه، وبني ادم بني ادم هيفضل زي ما هو، لازم رخر يغلى مع السوق يرتفع شوية. يعني عاوزين ايه؟ انا مش فاهم. عاوزين علاوة. علاوة؟ علاوة يعني ايه بقى؟ علاوة يا بيه، وسعادتك ما تعرفش العلاوة؟ اعقل قوي. علاوة زوادة، زوادة غلاء معيشة، وسعادتك بلاقاه في عينيك كلها النظر وشايف الحالة.